في 30 من يونيو 2013، كانت القاهرة على موعد مع ثورة لإنقاذ مصر، حين احتشدت ميادينها وشوارعها بملايين المتظاهرين الذين نادوا بعزل محمد مرسي وإسقاط حكم الجماعة. وبينما تركزت تجمعات المعارضين في ميدان التحرير وامتداداته إلى قلب القاهرة وفي الميادين الرئيسة لعدد كبير من المحافظات كالإسكندرية التي شهدت سقوط 3 مواطنين قتلى على أيدي أنصار جماعة الإخوان وبورسعيد والسويس، رافعة راية السلمية وتجنيب الوطن وإيلات الصدام، تمترس مؤيدو مرسي وأنصار الجماعة في ميدان رابع العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة، بعدما عقدوا النية على تقطيع أوصال القاهرة وشل حركة مرورها. في اليوم نفسه توجهت مجموعة المتظاهرين الغاضبين للتظاهر عند مقر جماعة الإخوان في المقطم، ووقعت اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين وسقط عدد من القتلى والمصابين. راقب العالم الحشود الضخمة والمظاهرات المليونية التي جابت شوارع القاهرة ليتضاءل أمامها التأييد الشعبي الذي لطالما روجت الجماعة له، وفتحت أبواب التوقعات والتخمينات لسيناريوهات ما بعد حكم الإخوان، وباتت أكثر الصحف العالمية تحذر من وقوع مصر بين براثن الفوضى والخراب. كما توجهت قوات من الجيش لتأمين كثير من المناطق الحيوية في البلاد مثل مدينة الإنتاج الإعلامي ومسبيرو، وبات الجميع في ترقب لما يمكن أن تؤول إليه الأمور.